للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، هل لك أن ترصد لنا المشهد لديك من مطار العريش وتواصل الطائرات، طائرات المساعدات التي تصل إلى مطار العريش حتى اللحظة؟ نعم، تحياتي لك ريهام ولكل السادة المشاهدين. نتابع معكم بالفعل كل الجهود المتواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. نتحدث تحديدا عن ثلاث نقاط هامة لإيصال المساعدات. النقطة الأولى كما تحدثت فيما يتعلق بمطار العريش، مطار العريش لا زال يستقبل كل الطائرات التي بها عدد من المواد الغذائية وأيضا الطبية، حيث استقبل مطار العريش اليوم خمس طائرات. الطائرة الأولى من ماليزيا والتي بها 57 طن من المستلزمات الإنسانية والإغاثية والإعاشية، ثم طائرة من الأردن بها 6 أطنان من المواد الطبية، وطائرة أخرى من بلجيكا بها 35 طن من المواد الطبية، بالإضافة إلى الطائرة السعودية التي تم ذكرها، بالإضافة أيضا إلى طائرة قادمة من ألمانيا. وهذه الطائرة هي ضمن ثلاث طائرات سيتم منهم طائرة وصلت اليوم بها عدد من المساعدات الإغاثية والخيم، وأيضا طائرتين سيتم وصولهما غدا. وهذه الطائرة اليوم كانت بحضور المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية للشرق الأدنى والأوسط، وبحضور أيضا السفير الألماني بالقاهرة الذي بدوره وجه الشكر لمصر على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وتحديدا الاستمرار في إيصال المساعدات الألمانية. ثم وبذلك يصل عدد الطائرات اللي وصلت إلى مطار العريش إلى 323 طائرة. النقطة الثانية هي ميناء العريش استقبل اليوم سفينة تركية، وهي السفينة الثالثة لتركيا بها عدد من المساعدات الإغاثية أيضا، بالإضافة إلى أنه ميناء العريش استقبل بشكل عام 6 سفن، كان آخرها السفينة القادمة من الإمارات وبها 4016 طن من المساعدات الإنسانية. ثم النقطة الأخرى وهو معبر رفح اليوم الذي يعني عدد الشاحنات التي لازالت تتدفق وتدخل إلى قطاع غزة، دخل اليوم 95 شاحنة بها عدد من المستلزمات الطبية والغذائية وأيضا الخيم ومستلزمات الإعاشة وأيضا بعض المستلزمات لمواجهة بالطبع يعني طقس الشتاء. ثم بالإضافة إلى 6 شاحنات وقود، وهذا أصبح عدد ثابت يوميا بالنسبة لدخول شاحنات الوقود، 4 شاحنات للسولار وشاحنتين للغاز، بالإضافة بالطبع إلى أن المعبر لازال يستقبل كل المصابين ومزدوج الجنسية. استقبل اليوم أكثر من 15 مصابا يتلقون الحجر الصحي داخل والكشف عليهم داخل معبر رفح، ثم الانتقال بسيارات الإسعاف المتواجدة داخل المعبر إلى مستشفيات شمال سيناء أو مدن القناة أو القاهرة. ثم أيضا تم استقبال 600 من مزدوجي الجنسية، ولازالت هناك عدد كبير من الشاحنات تصطف أمام معبر رفح تمهيدا لدخول هذه الشاحنات عبر معبر رفح، بالإضافة بالطبع إلى التنسيق الذي يتم بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني فيما يتعلق بدخول العدد أكبر من المساعدات الإنسانية التي بالطبع يعني قطاع غزة بحاجة إليها. وتتواصل الجهود المصرية في إيصال هذه المساعدات و الإغاثية وأيضا كل الجهود المتعلقة بالكشف على المصابين وتوفير كل الرعاية الصحية والعلاجية لهم. أشكرك في كل جزيل الشكر زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري متحدثا إلينا من العريش. شكرا جزيلا محمود على هذه التغطية الوافية.